جوان 2012 بدأت مرحلة الانطلاق الفعلي لمصرف الزيتونة بعد أن تم استعادة الهياكل الإدارية بتاعه وتعيين مجلس الإدارة وتعيين الإدارة العامة، ومن هنا بدأت مرحلة الانطلاق الفعلي. بطبيعة الحال مصرف الزيتونة بعد مرحلة التأسيس ومرحلة التصرف الوقتي كانت أمامه تحديات كبيرة أنه يحقق نموذج المصرفية الإسلامية في بلادنا، أنه يحقق نجاح على المستوى الميداني والمستوى التطبيقي. ومن أجل ذلك بدأنا في وضع خطة استراتيجية بزنس بلان لمدة 5 سنوات. هذه الخطة الاستراتيجية نبني فيها إلى مستقبل خماسية جديدة. اليوم في سنة 2015 يعني مصرف الزيتونة يغلق 5 سنوات من تأسيسه، والآن نعد إلى مرحلة جديدة بعد هذه الزيادة في رأس المال. هذه المرحلة أيضا بدأنا فيها في وضع خطة خماسية إلى غاية سنة 2020. مركز الزيتونة في سنة 2011 كان عنده فقط 28 فرع، اليوم بنهاية 2014 أصبح عدد الفروع في مصرف الزيتونة 67 فرع منتشرة في كامل الولايات الجمهورية. عدد الموظفين اللي كانوا في حدود 350-360 في 2011 تضاعف، وأصبح اليوم عندنا 600 موظف يعمل لدى مصرف الزيتونة، كلهم من الشباب اللي عندهم خبرة كبيرة في مجال المصرفية ومجال المالية الإسلامية. تم إضافة 46 مليون دينار، كان يعني الأموال الذاتية في 2013 56 مليون دينار، أصبحت هذه الأموال تزيد عن 103 مليون دينار. حجم الأصول في مصرف الزيتونة زاد في 2014 بنسبة 34%، يعني الآن بلغ حجم الأصول 1326 مليون دينار. بطبيعة الحال الودائع أيضا ازدادت بنسبة 33%، مساهمة البنك في عملية التنمية من خلال تقديم التمويلات زادت بنسبة 39%، حجم التمويلات اللي قدمها حجم قائم التمويلات في مصرف الزيتونة في حدود 900 مليون دينار، الودائع التي استقطبها مصرف الزيتونة بحمد الله تعالى فاقت المليون دينار، الآن 1152 مليون دينار. صافي الناتج البنكي البي ام بي بتاع البنكة اللي انتقل من 40 مليون دينار الى حوالي 60 او 57 مليون دينار، زياده يعني ب 17 مليون دينار في الناتج البنكي الخام. البنك استطاع خلال 25 شهر من تاسيسه ان يعمل البوامور بتاعه، في السنه الثالثه اللي هي 2013 استطاع ان يحقق اول ارباح بحدود مليون و600 الف دينار، وفي سنة 2014 ستكون هذه الأرصاف الأرباح في حدود 7.5 مليون دينار. أصبحت الدولة تملك في مصرف الزيتونة مباشرة أو بشكل غير مباشر عن طريق مجموعة الكرامة نسبة مساهمتها 69%، والبنك الإسلامي نسبة مساهمته 21%، والمستثمرين الخواص 10%. ويوم أمس تم يعني عقد أول جمعية عامة لبنك الزيتونة، وأول مجلس إدارة ينضم فيه ممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية. تم تعيين الأخ السيد بوعلام حموني وأحمد بن علي ممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية، الأول من الجزائر والثاني من المغرب، ويمثلان البنك الإسلامي للتنمية. وستبدأ بحول الله هذه المرحلة القادمة في تطوير أعمال البنك. بنك البركة اللي أصبح بنك أونشور بوجود بنك ثالث قريب سيتم فتحه إن شاء الله، وأيضا بدخول البنوك التقليدية في تقديم الخدمات والمنتجات، هذا كله سيمكن يعني بلادنا من أن تنتفع وأن تستفيد من هذه الصيغة الجديدة المبتكرة اللي يسميها في العالم الغربي إنوفاتيف بانكينج، اللي شركة هذه تابعة زيتونة تكافل لمصرف الزيتونة، واليوم تقدم خدماتها وتقدم يعني عقودها ووثائقها التأمينية يعني لجمهورها. فإن شاء الله ندعم هذه المسيرة بشركة التمويل الأزهر اللي سميناها الزيتونة تركين، وندعمها بالمشاريع الأخرى في خدمة بلادنا. وضع مصرف الزيتونة خطة استراتيجية لسنة 2020، هذه الخطة الاستراتيجية للتوسع في نشاطاته تقتضي أن تكون هناك دعم ضروري للموارد الذاتية، لذلك يعني قمنا بزيادة رأس مال مصرف الزيتونة من 70 مليون دينار إلى 80 مليون دينار و500 ألف،
هذه زيادة مكنتنا من دعم الموارد الذاتية اللي أصبحت اليوم أكثر من 103 مليون دينار. بهذه الزيادة اللي هي زيادة كمية سيكون لها الأثر في نجاحات البنك، أيضا فيها زيادة نوعية لأن هذه الزيادة كانت بدخول شريك استراتيجي وهو البنك الإسلامي للتنمية، وهو بنك دولي، بنك تملك الحكومات الإسلامية، بنك يساهم في تنمية الدول الإسلامية. وجود مثل هذا البنك المصنف تريبل اي من كل الوكالات التصنيف الدولية سيساهم أيضا في دعم مسيرة مصرف الزيتونة، إن كان على مستوى منتجاته، إن كان على مستوى التعامل مع مراسليه، إن كان على مستوى انتشاره خارج تونس في الدول شمال أفريقيا وفي الدول الأفريقية. كل هذه الأعمال يعني ستكون بإذن الله تعالى ميسرة بوجود البنك الإسلامي للتنمية. وتعرفوا ثم مصرف الزيتونة حقق نجاحات، اليوم مصرف الزيتونة يعني حجم التمويلات متاعه فقط 1,000 مليون دينار. اليوم مصرف الزيتونة يعني ناتج الصافي الناتج البنكي انتقل من 40 مليون دينار في 2013 إلى 57 مليون دينار. اليوم مصرف الزيتونة بعد 25 شهر فقط من تأسيسه استطاع أن يحقق التوازن البريك إيفن، وفي السنة الثالثة اللي هي 2013 حققنا أول أرباح في حدود 1,600,000. سنة 2014 ستكون الأرباح في حدود يعني 7.5 مليون. إذن الحمد لله هذه النجاحات ستستمر مع التوسع. اليوم عندنا تخطيط كبير لإنشاء عدد من الشركات التابعة. كان لنا يعني السبق في تأسيس الزيتونة تكافل، وهي يعني ذراع يعني مهمة جدا اليوم تقدم عمليات التأمين. الزيتونة تكافل مؤسسة أو هي أول مؤسسة يعني تم إنشائها في تونس، وهي تقوم بدور كبير في الجانب التأمين التكافلي. سيكون لنا أيضا إن شاء الله تأسيس للزيتونة التمكين، وهي مؤسسة متخصصة في التمويل الأصغر، وعندنا عدد من المشروعات الأخرى اللي إن شاء الله نحققها بفضل يعني التقوية التي تمت للموارد الذاتية للبنك. بالنسبة للسكوك الإسلامية يعني السكوك الإسلامية وقتاش كنت نعم يعني السكوك الإسلامية، تعرفوا تونس يعني كانت مبادرة وسباقة في إصدار قانون السكوك، ولكن يعني إصدار هذه السكوك مر بمراحل عديدة. نأمل إن شاء الله يعني أن تكون سنة 2015 كما أعلن المسؤولين في الجهات الرسمية أن تكون ثلاثي الثالث من 2015 إطلاق فيها السكوك السيادية. مصرف الزيتونة احنا جاهزين لأن نصدر أول سكوك خاصة لمصرف الزيتونة، وهي سكوك المشاركة. نتمنى أن يتم إصدار الأوامر المكملة للقانون حتى يتسنى لنا ذلك. وسكوك كما تعرفوا هي أدوات منتشرة على مختلف دول العالم الإسلامية والدول غير الإسلامية، اليوم تصدر هذه السكوك. آليات إصدارها اليوم أصبحت معروفة، عندنا تقنيات واضحة في هذا المجال. نحن البنك الإسلامي للتنمية عنده خبرة كبيرة جدا في إصدار السكوك، ويقوم وممكن جدا أن يعطينا قيمة مضافة ويعطينا دعم لهذه العملية. فبالتالي إن شاء الله يعني 2015 أيضا ستكون لمصرف الزيتونة إن شاء الله أول إصدار له للسكوك في هذا المجال. عطيلة سنة 2011 وجزء من سنة 2012، وإنما في جوان 2012 وقع إعادة هيكلة المصرف، وقع اسمه إعادة الغوفرنونس اسمه في المصرف، وقع اسمه تعيين مجلس إدارة جديد، تعيين جمعية عمومية، واصل المصرف في التوجه متاعه الإسلامي. فقط الحاجة الجديدة اللي جاءت ابتداء من جوان 2012 هي كون اسمه نجمنا باش نقويه في الوتيرة متاع التوسع والوتيرة متاع التقدم متاع المصرف هذا. ونحن مواصلين في الخطة هذه متاع التوسع بإذن الله سميع العليم. الهدف متاعنا هو باش نوصل ال 100 فرع في 30/9/2016 إن شاء الله. ثم جوز مستويات، على مستوى رأس المال ونحن عندنا الدولة تقريبا بصفة مباشرة وغير مباشرة تملك 69% من المصرف، وهي ربما معناها خطة الدولة هي معناها ربما مش تبيع الحصص متاعها، مازال معناها التصورات مازال قاعدة تنضج وقاعدة تتحضر في مستوى وزارة المالية ورئاسة الحكومة. ثم معنا ولا البنك الإسلامي للتنمية عنده 21%، وعندنا مستثمرين خواص اللي هم انطلقوا مع البنك هذا اللي هي 4 أو 5 مجموعات اقتصادية هامة من أهم المجموعات الاقتصادية الموجودة في تونس، وهي عندها تقريبا 10% مساهمة. ثم مجموعة بولينا القابضة، ثم مجموعة سيرسي ديليس،
ثم مجموعة يوجدي كارفور، ثم مجموعة بشماوي إلى آخره. قانون السكوك هو يسمح فقط بإصدار سكوك سيادية، يعني لما الدولة تريد أن تصدر سكوك عند الإطار القانوني، وإنما بالنسبة للخواص واللي نحن منهم معناها ننتظر في صدور الدكري، في صدور الأمر اللي مش يصدر اللي مش ينظم عملية الإصدار من طرف الخواص. ولكن نحن رتبنا أنفسنا، نحن كوننا لجان في داخل البنك ونعمل منذ أكثر من سنة حتى اللي نوصلنا إلى تصور اللي بلدناه السميع العليم مش يمكننا من إصدار سكوك من هنا حتى أواسط 2015، يعني في ظرف ربما 6 ولا 7 أشهر، ومش تكون أيضا هنا مش يكون دعم البنك الإسلامي للتنمية بإذن الله السميع العليم، ربما مش يكون دعم كبير هو إما في إعانتنا على إصدار هذه السكوك، في إعانتنا سواء بالمعرفة وبالدراية متاعه وبالتجربة متاعه. الإصدار الأول اللي مش نقوم به نتصور مش يكون في حدود تقريبا 35 مليون دينار الإصدار الأول.